اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. تمام. كريم سعيد مالك يا عم؟ سيبني بقى. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام، ازيك؟ كله تمام؟ طيب الحمد لله. خليني ابدا معاك يا احمد، اعرف رايكم النهارده بصفه عامه. خلينا نقول ان البطولات الافريقيه ديت بتتاخد على مراحل. اوكي. يعني ايه مراحل؟ انت عندك ثلاث محطات. المحطه الاولانيه دور الثمانيه، بعد كده نص النهائي، بعد كده النهائي. ممكن في بعض الاوقات او في بعض الفترات يعني ادائك ما يكونش احسن حاجه او ما تكونش موفق في بعض الاوقات، زي ما حصل السنه اللي فاتت في بطوله دوري ابطال افريقيا في مباراه سان داونز مثلا، لما خسرنا خمسه وفي الاخر خدنا البطوله. فدايما بنقول ان البطوله بتتاخد على مراحل. بشوف ان في ايجابيات وفي سلبيات. ايجابيات ان انت اولا وصلت النص النهائي، عديت من المحطه ديت، ضمنت مبلغ $1,700,000، لان اللي بيتاهل لنص النهائي بياخد $1,700,000، اللي المركز الثاني بياخد 3 والبطل بياخد $4,000,000. فدي حاجه كويسه برضو. راحت بعض اللعيبه، سياسه التدوير اللي عاملها مارسيل كولر دي برضو نوعا ما، لان احنا داخلين على تلاحم مباريات فهتفرق معاك. النهارده رضا سليم خد راحه، ان احمد نبيل كوكا اخد راحه، عبد المنعم ما كانش موجود الماتش اللي فات، علي معلول ما كانش موجود، ففي لعيبه ريحت. ده برضو واحد من المكاسب المهمه. امام عاشور، امام عاشور برضو في كل يعني دي مكاسب انا شايفها مهمه. النهارده انت بتروح على الجون كتير، لكن برضو في سلبيات. هنتكلم في السلبيات، بس انا شايف ان السلبيات ابرز سلبيه موجوده في النادي الاهلي النهارده اهدار الفرص. مش النهارده، في الماتش اللي فات بس تحديدا النهارده كابتن اسلام، انت عامل 20 محاوله على المرمى. فانا ممكن اقول ان انا ما اقدرش انتقد كولر لان الفريق وصل للجون، فانا الفريق وصل للجون 20 محاوله. انا هنا الوم اللعيبه ان القرارات في الثلث الاخير من الملعب مش احسن حاجه، في ممكن تقول فرديه. كولر ممكن، انا شايف ان انا يعني انا وجهه نظري كانت التغييرات كانت تبقى بدري شويه عن كده. أوكي. ممكن كنا نغير في الدقيقه 60، خاصه ان اللعيبه كلها، انت الفريق الاساسي زي الاحتياط يعني، رضا سليم لو كان نزل، امام عاشور مثلا لو كان جاهز 100%، اللعيبه عندك دكه كويس، عندك احمد نبيل كوكا، عندك صلاح محسن، عندك طاهر. فالتغييرات كانت ممكن ما استناش لغايه بعد الدقيقه 80، كان ممكن من الدقيقه 60، خاصه مع الارهاق اللي ظهر على بعض اللعيبه. من ضمن الايجابيات برضو اللي شايفها والتواجد الجماهيري. تواجد الجماهيري النهارده رغم ان الماتش الساعه 5، الناس لسه خارجه من الشغل، شايف ان تلتين الملعب تقريبا. في المباراه السنه اللي فاتت كانت اكتر من كده، بس ده برضو ان شاء الله يبقى مع واحده واحده، بس انا شايف ان التواجد الجماهيري واحده من المكاسب. اعتقد سان داونز هيبقى العدد اكبر. وانت قلت لي معلومه النهارده، بس هتكلم عنها بس بعد ما اسمع راي كريم ايضا في هذا الامر. طيب يا، احنا لعبنا سيمبا اربع اشواط خلال ما يقرب من 72 ساعه. افضل شوط فيهم هو الشوط الاول في المباراه الاولى، وده يؤكد ان لعبتنا كانت واخده المواجهه من البدايه بتركيز شديد بكل امان. الشوط الاول اللي هو هناك بتكلم على في تنزانيا ادى الايحاء ان المواجهه سهل جدا، لان الشوط الاول هناك بكل امانه اي لاعب بيلعب في الملعب بدا يحس الوصول لمرمى سيمبا سهل للغايه. وطبعا بخلاف ضربه الجزاء التي لم تحسب، النادي الاهلي انهى الشوط الاول هناك 1-0، وكان قابل ان هو يقدر يضاعف النتيجه. طبعا الشوط الثاني حصل التحول، لان فعلا كان واضح جدا تاثير الشوط ده سلبي على اللعيبه، اللعيبه حسوا ان الماتش فعلا في المتناول وسهل، كورتين ثابتين يعني، وقدروا طبعا سيمبا ان هم يرجعوا في النتيجه وتقدموا. سرعه التعادل، خلي بالك تاني، سرعه التعادل اكد الاحساس اللي عند اللعيبه ان احنا وانس ان احنا ركزنا ويعني استهدفنا المرمى هنجيب جون. التاثير ده كمل معانا في ماتش النهارده. صحيح. بدات بالحته دي عشان اوصل لماتش النهارده. ماتش النهارده واضح جدا 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 جدا، وحضرتك طبعا اكيد يعني هتبقى فاهم الكلام ده اكتر. انا بقالي الاربع ايام اللي ما بين الماتش ده والماتش ده بقول نفس الكلام، يا جماعه من فضلكم. انا يا جماعه انا لو مكانهم هبقى كده. برافو عليك. قلت لهم اللعب التجاري. برافو عليك. اللعب التجاري ده كان الكابتن محسن ربنا يديله الصحه كان دايما يقول هذه الكلمه. نعم. في منتخب مصر يقول لك ايه اللعب التجاري. نعم. العب لعب، انا عايزك تكسب. ايوه. فاهم؟ وما تبذلش مجهود كتير، بس كان واضح مع طبعا الحضور الجماهيري الكبير، كان واضح قوي ان الشوط الاول النهارده كان في الى حد ما احساس بالطمانينه، وبرده كان في سنه استعراض، كان افضل. ما هوش بس الفكره انت ما بتعملش حسابك او ما دي تتازم، بدليل كلنا قاعدين بين الشوطين. والشوط الثاني لما بدا سيمبا، خلي بالك النهارده برده يعني عمل ما يشبه التنويم في الشوط الاول. صحيح. عمل زون ديفنس، ما بيهاجمش، محسسك ان النتيجه هتؤدي لغايه الترجيح.
احنا قعدنا بكل امان قعدنا نسال يا جماعه اكدوا لنا موضوع الهدف خارج الارض بهدفين، الناس ما بتهاجمش، سيما ما بيهاجمش، لغايه بعد مرور خمس دقائق من الشوط ضغط عليك من قدام، بدا يضغط عليك من قدام ويعمل هاي لاين ديفنس عشان يخطف. وحتى كلنا قلنا احنا سيناريو الماتش ده عارفينه، بنقعد نضيع 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 وهوب هنستقبل جون في اي وقت. والحمد لله ان الهدف اللي احنا استقبلناه استقبلناه في بدري. توقيت مبكر كان في بس عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن واسالكم. اتفضل لا وهقول لكم انا برضو كنت قاعد قلقان بعد ما الهدف دخل فينا؟ لا بجد بكل امانه اللي مديني شويه طمانينه ان في وقت. حلو يا احمد. لا ما كنتش قلقان. بس انا خلي بالك يعني الكلام اللي انت قلته ده تحليل رائع للموضوع، انه 1 2 3 4 وفعلا ماتش الشوط الاول هناك هو اللي ادانا الطمانينه لغايه اللي من انا بقول لك كلام انا اللي كلاعب كوره شايفه وعارفه. طب عارف ان انا لما هضغط سنه هجيب جون صح. طبعا ده بعد اذن ربنا يا جماعه عشان ما حدش يقول لي ما فيش حاجه زي كده. انا بتكلم من منظور لاعب كره قدم في الملعب داخل انا عارف ان انا لو يعني بدل ما بجري 50-60% هجري 70-80% لا هجيب. خليني يا كابتن اديك خصوصا يعني ان انا خصوصا ان انا بلعب 50-60% بروح للجون كتير قوي. خليني اديك مثل بسيط قوي من اللي بيحب كره اليد على وجه التحديد. كره اليد في مرات كره اليد بتلاقي فريق قوي جدا بيفرق بفرق 7-8 جوان وبعدين وبعد كده يسيب الموضوع. ما بيسيب موضوع المنافس بتاعه بيقدر يقلص الفارق وممكن يتعادل. وانس ان هو تعادل والفريق الثاني لا 6-7 يرجع يوسع الفرق. هو ده ببساطه في وجهه نظري كانت اكبر مشكله. حتى انا احساس ان مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عمال ينتقد. ايوه بس انا معلش من الناس ما تفهمناش غلط. مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده ان ده صح. لا غلط. يعني بنحلل اللي حصل. احنا بنحلل اللي حصل لكن احنا مش ده معنى اللي احنا بنقوله طبعا. ده او الكريم بيقول او اللي احمد بيقول او اللي انا بقوله ان احنا موافقين عن ده. ادي على كلامي ان الماتش الجاي مع سان داونز عقليه اللاعب هيختلف تماما لان اسم المنافس هيختلف. صحيح. واحنا بطبيعه للاسف طبيعه لعيبتنا او الرياضيين في مصر يعني اسم المنافس بيطلع النسبه الاكبر من مجهوده طالما ان اسم المنافس كان كبير. ثابت عايز برضو اعرف رايك في التحكيم والحكم نادالا النهارده والحكم الموريتاني دحان اللي كان في مباراه الذهاب. انا يعني شايف ان الحكم نادالا ده مش موفق معانا خالص. انا يعني شايف ان هو ظلم النادي الاهلي النهارده في ركله جزاء واضحه 100% في بدايه الشوط الثاني لكهربا. لو نستعرضها نبدا بالحالات على طول ضربه جزاء دي حادثه مش ضربه جزاء. انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله في كهربا ان هو قام يطبطب على اللاعب يطمن عليه محترم طبعا وكل حاجه مش قصدي يعني خطه جامده في الضلع بس دي حادثه. مين اللي وصل للكوره الاول؟ بالظبط هو كهربا. كهربا لعب الكوره بعدين الحارس دخل عليه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي باينه يعني ان كهربا اللي لعب الكوره الحارس دخل على رجله. بص مالهاش علاقه بالكوره خالص على طول ضربه جزاء واضحه دي من الدقيقه 48. هنا ده مش حجج بس ده انا النهارده لا كفريق اديني حقي اديني انا كنادي اهلي اديني حقي النهارده. التحكيم الافريقي ما يطمنش في البطوله حقيقي. استعرض باقي الحالات بعد اذنك. هات الصوره الثالثه برضه هتلاقي الهدف ماشي. دي تكمله اللعبه برضه هنا في الدقيقه 46. هات اللي بعدها هتلاقي برضو الهدف. ليه بقول ان الحكم ظلم النادي الاهلي النهارده؟ الهدف اللي جاي منه فاول لصالح محمد هاني بالكوع صريح. رقم 10 اللي هو سعيدي ضارب محمد هاني بالكوع. اذا المفروض الحكم الفار دي مسؤوليه الفار في اللعبتين على فكره. لو الحكم ما شافهمش ممكن بس الغي الهدف. الفار من حقه ان هو يرجع الكره من اولها. دي مباراه الذهاب يا كابتن اسلام ضربه الجزاء اللي كانت لكهربا اللي ما اتحسبتش من الحكم الموريتاني. فالتحكيم الافريقي ما يطمنش حقيقي. ما ده اللي انا كنت بسال فيه كابتن عادل انه احنا انا ما عندي خلاص احنا على الاقل ده هتلاقي نفسك عديت. طب ماتش سان داونز هل يحتمل مثل هذه الاخطاء؟ لا. مثلا يعني الفكره ان كمان الشركه الايطاليه هي اللي بتدير البطوله بس مين اللي بيمسك التحكيم؟ الكاف. فانت لا الشركه الايطاليه بتدير البطوله في كل حاجه تنظيميا لكن المسؤول عن التحكيم هو الكاف. فانت طبعا. النهارده التحكيم الافريقي احنا ليه بنتكلم؟ الاهلي خلاص عدى ووصل نص النهائي، احنا عدينا نص النهائي، لكن الفكره ان فكره التحكيم دلوقتي انت النهارده ضربه جزاء في المباراه وفي ضربه جزاء ثانيه برضو مشكوك فيها. احنا جايبين الاكيده يعني اللي كل الناس قالت لك ضربه جزاء اكيده صحيح واللعبه اللي هي جت هدف دي يعني في التحكيم الافريقي عليه جدل. وربنا يعني احنا ربنا يستر بس في التحكيم في ماتشين سان داونز لان ده احنا شايفين ده صحيح. ده احنا دورنا هنا ان احنا نوضح الكلام ده صحيح. ان التحكيم الافريقي لازم يتعين حكم يكون من حكام الصفوه في مباراتين الاهلي وصن داونز لان هم يعتبروا مباراه البطوله ان شاء الله. كريم
طبعا انا متفق جدا جدا مع ثابت في كل اعتقد طبعا في ضربه جزاء واضحه جدا لكهرباء والهدف بتاع بس ما تقولش من الصفوه لانه صحيح جان جاكنا ده لا من الصفوه لا هو مش من الصفوه من الصفوه هو اه هو مصنف ان هو من الصفوه بس هو مش من الصفوه يعني يعني لكن هو مصنف كبار يعني بما هو لا جسامه ده كان من الصفوه ايوه ما هو طيب ما هو بالظبط فما تقول لا احنا عايزين حكم يعني حتى لو ملوش اسم يعني مش قصدي ملوش اسم لكن قصدي ان حكم يديني حقي ويدي للفريق زي جوميز بتاع جنوب افريقيا ده لما كان كنت تسمع اسمه كنت تبقى مطمن دلوقتي هو نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بالمناسبه جوميز اتفضل يا كريم انا بشوف برضه لا التحكيم طبعا كان له اخطاء يعني واضحه في مباراتي الذهاب والاياب اكيد طبعا الحكم ربما هيرجع بعض الاخطاء للفار ان هيجي يقول لك مثلا الكره الهدف هو سال الفار والفار قال له ان الخطا لا يعني ما كانش خطا واوكي الكره هدف هيقول لك اوكي خلاص الفار هنا اكد لي في الموضوع ده لكن طبعا انا بضم صوتي صوت حضرتك ماتش سان داونز لا يتحمل خالص لا يتحمل المشاكل التحكيميه وضع في اعتبار بكل امان الثلاث فرق اللي هم بينافسوا واضح جدا احنا شفنا الماتشات كلها الثلاث فرق اللي بينافسوا على اللقب هم الاهلي سان داونز وداد وبيلعبوا في فتره زمنيه قليله فده يؤكد لك ان في اكيد اخطاء هتحصل وفي حاجات من اللعيبه ايوه وفي مواقف صعبه هتحصل اللعيبه كلها هيبقوا تعبانين فنتمنى ان من بدايه من دور قبل النهائي يتم اسناد المباريات لتقام تحكيم يكون هناك مراقبه شديده جدا على الموضوع ويتم التنبيه عايزين فعلا نتاكد ونطول في مراجعه الالعاب على الفار عشان الفرق كلها تاخد حقها وكمان بصراحه بكل امان البطوله لغايه دلوقتي فيها مشاكل كتير مشاكل تنظيميه كمان النسخه بصراحه شكلها مش حلو يعني انت احنا لسه كنا بنتكلم ما قبل الاوف اير يعني عن انه من المحتمل ان تتاجل مباراه النادي الاهلي من يوم الاربعاء ليوم ده لسه طبعا كلام صحيح يعني لم يتم بس كلام على الإعلام. فكره قوي جدا قوي. كلام مش بسيط لماذا يتم تاجيل مباراه النادي الاهلي وسان داونز الثانيه اللي كان من المفترض انها تلعب يوم واحد الى يوم اثنين يوم واحد اللي هو يوم الاربعاء ليوم الخميس لماذا يعني يوجد مثل هذا الكلام الان يا ثابت وكريم عشان مباراه الوداد كانت الاربعاء اللي هي في دور الثمانيه ومباراة الترجي برضو تم ترحيلهم للخميس فعشان يعملوا تكافؤ فرص الوقت الأهلي وصن داونز أخدوا يوم راحة زيادة لأن الوداد لسه هيلعب يوم الخميس والترجي لسه هيلعب يوم الخميس فعايزين يدوا يوم راحة زيادة كمان للوداد وللترجي هو بالظبط زي ما ثابت قال هو للحفاظ على نسبة تكافؤ الفرص وكمان نقطة مهمة جدا ان هو اصلا هو محدود في الوقت الموقف اللي حصل مع فريق انيمبا ان هم يكونوا في مازيمبي الناحية التانية وما يتمش السماح ليهم بالنزول وكده غريبه بكل امانه غريبة جدا عمرنا ما سمعناها في حياتنا لا انا برضو عندي مشكله يعني انا حاولت حتى اتكلم مع حد الاداريين عشان انت احنا هناخد تاشيره جنوب افريقيا ازاي اعتقد احس احنا جهزناها جهزوا الاثنين لا المعلومه اللي عندنا جهزوا الاثنين المعلومه اللي عندي جهزوا الاثنين ولكن هاخدها اللي انا اعرفه ان في افضل الحالات في افضل الحالات من 7 لـ8 أيام عمل ده اللي هو ما هو انا بقول لك ده لا صح ده كلام انا عرفته مش من كلامي صح اقصد ان هم اللي حاطين مواعيد البطوله دي يعني الشركه اللي منظمه البطوله دي عارفه ان البطوله دي كلها على بعضها كده في اقل من شهر فهو لازم يكون منسق مع الدول اللي انا فاهمه احنا هنسافر الخميس انا عارف هنسافر الخميس اللي انا فاهمه ان حتى الان لا يوجد تنسيق اللي انا ده الكلام ده امر خطير جدا مصادر ومعلومات ده يبوظ مصادر ما هو ده اللي خلاني اسال انه يا جماعه طب انا كده لازم استنى ماتش بترو اتلتيكو وسان داونز يخلص يعني انا لو هبدا والنهارده خلص النهارده بالليل اهو النهارده خلص فانا قدامي بكره الاربع والسفر هيبقى الخميس غالبا بالليل فانت ممكن لغايه قبل السفر يعني انت قدامك الاربع والخميس نص اليوم هل من الممكن ان انت تاخد تاشيره في يوم ونص من جنوب افريقيا اللي انا اعرفه جنوب افريقيا بتاخد 20 لـ25 يوم عمل لليوم العادي للاشخاص العاديين في مثل هذه الحالات والبعثات الرياضيه وبتاع من 7 لـ8 أيام عمل. بس هي فكره طب ما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل. هو خد لو حضرتك تعالى نعمل كده فلاش باك لبدايه اختيار الانديه لما جه اختار الانديه وحتى كان في بعض الشكوك في اسم انيمبا حتى في سان داونز يعني انيمبا نفسه كان عنده مشكله حتى في ان هو كان اعتقد كان جاي بديل اعتقد لحوريه كوناكري كان ساعتها هو متقدم في التصنيف فطالما انت اخترت انديه بعينها يجب عليك ان تكون عندك موافقات زي موافقات حكوميه بتسهيل كافه الاجراءات لو عندك موافقات حكوميه
كان من المفترض ان الفريق ينزل في المغرب. صح صحيح صحيح. المغرب طلعت لسه بيان اتكلمت فيه عن ان لازم 72 ساعه. طب مفيش وقت. عشان كده الافضل ايه؟ الافضل صح ولا مش صح؟ صح الافضل كانت تتلعب في دوله واحده، بحيث ان انت افريقيا غير اوروبا. افريقيا الطيران في مشاكل بالنسبه لان انت تسافر وتروح، عكس اوروبا انت بتسافر في يومين ثلاثه. فالافضل ان هي مثلا اتلعبت في مصر، اتلعبت في المغرب، اتلعبت في انجولا، اي حته زي كاس الامم كده. على فكره هو ده كان الاتجاه الاغلب. انا فجاه لقيتهم غيروا الاتجاه. هم قالوا عشان الجماهير، بحيث ان الجماهير تبقى ضمان أكتر. الجماهير ان مثلا جماهير الاهلي موجوده هنا العدد مش هيقدر يسافر، كذلك المغرب الوداد. فهم بس انا شايف ان افريقيا تحديدا الافضل تتلعب في دوله واحده طول الدوري السوبر الافريقي. تشكيل كولر النهارده اللي بدا بيه، لو تقدر تقول لنا فكر مدرب سيمبا. تشكيل كولر لو نستعرضه طبعا 4-3-3 حصل التغييرات الموجوده فيه، ان عوده عبد المنعم ومعلول ورامي ربيعه ومحمد هاني الاربعه ورا، مروان عطيه رقم 6، الاثنين اللي بيزيدوا ديانج وقفشه وبيرسي تاو والشحات وكهربا. يمكن لو نستعرض لا بس انا بشوف ان هو لعب 4-2-3-1. قفشه كان بيزيد، قفشه كان بيزيد اكتر، وديانج هو يعني بيتاخر شويه، فكان قفشه دايما وانت بتدافع 4-4-2، قفشه وكهربا هم اللي بيزيدوا، وبيرسي تاو وحسين الشحات على الاطراف، وفي النص ديانج ومروان عطيه. اوكي نجيب اول صوره معانا لسيمبا. سيمبا الشوط الاول تكتيكيا زي ما كريم قال كانوا بيلعبوا كومباكت كريم، دفاع منطقه بال 4-4-2. النهارده هم 4-4-2، سعيدي وفاجئنا بجون بوكو اللي هو المهاجم الخبره اللي عنده 34 سنه. 4-4-2 دفاع كومباكت ومنظم، عامل رقابه على مروان عطيه، سعيدي رقم 10 بيروح معاه مان تو مان. احنا في الاختراق الشوط الاول كان بيعبنا ان احنا كان عندنا بطء شويه في تحضير الهجمه، ما كانش فيه في وسط الملعب حد نوعا ما سريع شويه في نقل الهجمه او التحول من الدفاع للهجوم. والمشكله الاكبر كانت في القرار في الثلث الاخير، في اللمسه الاخيره، قرارات اللعيبه تحس ان في نوع من الاستسهال للماتش. ده اللي كان يعني ان شاء الله اعتقد ان احنا لازم نشتغل عليه عشان مباراه سان داونز. هات الصوره اللي بعدها. هنا هنبص رقابه على طول سعيدي لمروان عطيه، ده ال 4-4-2 الصوره دي. هات الحاله اللي بعدها. هنا برضو فكر كولر كان ان هو عايز يخترق الخمس ممرات زي ما حضرتك قلت. كنت شايف ان قفشه بيلعب قدام شويه جنب كهربا، اهو هنا الخمس ممرات مين؟ حسين الشحات اخر واحد ناحيه الشمال، جنبه قفشه، جنبه كهربا، كهربا هو اللي بيغطي منطقه العمق، وديانج هو اللي بيغطي الحته اللي هو الممر الداخلي اللي هو الايمن، وبيرسي تاو على الخط. فكان بيحاول ان هو يهاجم الخمس ممرات، لكن طبعا كان في فجوه في وسط الملعب واضحه ان احنا بننقل، مفيش واحد بينزل يستلم يسقط عشان نقدر نبني الهجمه. دي كانت مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول تحديدا، ان وسط الملعب كان فاضي، كولر بيحاول يملي الممرات اللي قدام، ولكن في فجوه واضحه في وسط الملعب وفي بطء في تحضير الهجمه. هات الصوره اللي بعدها. هنبص هنا برضو رقم 10 رايح مع مروان عطيه وجون بوكو اللي هو المهاجم اللي هو ابو جزمه حمراء، هو اللي بيراقب دايما الاثنين المساكين، ووراه سعيدي مع مروان عطيه. نكمل الصوره اللي بعدها برضو. هنشوف هنا ده برضو هنا القرارات في الثلث الاخير من الملعب. حسين الشحات لعبة حلوه جدا في الدقيقه 56 لبيرسي تاو. بيرسي تاو لو مركز اكتر اعتقد ان بيرسي تاو لعيب دولي كبير، لو في حالته كان يقدر يسجلها بمنتهى السهوله. هات اللعبه اللي بعدها برضو. هنا برضو بص اربع او خمس لعيبه من النادي الاهلي، والقرار في الثلث الاخير من الملعب مش حلو. دي مش مشكله لعيبه ولا مشكله مدرب، دي مشكله تركيز. مشكله ان انا لازم اكون مركز في قراراتي. مين اللي بيركز؟ اللعيب. التركيز هنا مفيش، لازم ان انا اكون مركز. طيب. في الثلث الاخير من المكمل برضو نفس المشكله، مشكله التركيز في او القرار في الثلث الاخير من الملعب لازم يكون افضل من كده. احنا رحنا كتير بس 20 محاوله. لو نستعرض ارقام المباراه هنلاقي ان النادي الاهلي النهارده طبعا سجل هدف، سيمبا سجل هدف، الاستحواذ قدامنا الارقام على الشاشه، الاستحواذ النادي الاهلي اهو 68.4 مقابل 31.6. عشان كده كولر في المؤتمر اتكلم قال ما تقوليش ان الاداء وحش قوي، وانا استحواذي واصل النهارده مستحوذ 68% مقابل 31. المحاولات على المرمى النادي الاهلي عامل 20 محاوله، هنا الرقم السلبي يا كابتن اسلام، 20 محاوله منهم 2 بس صح. ده رقم لا، لازم يا جماعه القرار في الثلث الاخير من الملعب. ما ينفعش في مباراه سان داونز الفرصه النهارده احنا بنضيعها، قدام مباراه سان داونز الفرصه هيكون ليها عامله زي الذهب في الفرصه قدام في سان داونز. المحاولات على المرمى لسيمبا 8 منهم 2 صح. نسبه الفوز بالالتحامات احنا اكتر 51 مقابل 49. التمريرات 636 تمريره للنادي الاهلي، تمريراتك عدت ال 600 تمريره.
مقابل 297 لسيمبا، العرضيات 13 عرضية مقابل 6 لسيمبا. إذا النادي الأهلي تفوق، الأرقام بتقول إن هو تفوق، استحوذ، راح على الجون كتير، لكن كان في مشكلة في اللمسة الأخيرة. كريم، سياسة التدوير اللي بيعملها كولر تنجح في أوقات، في أوقات كثيرة، ويعني تؤدي إلى لوي البوز في أوقات أخرى. أنا أمسك آخر جملة حضرتك قلتها اللي هي لوي البوز. الناس دلوقتي الأمان بعد الماتش كله الناس غزلة، معظم الناس زعلانة ولوي بوزها ومتضايقة من الشكل التأهل للنادي الأهلي المفترض بعد. انا ما بتكلمش على الناس، الناس تلوي بيها براحتها ويعملوا اللي هم عايزينه، ده هم سبب اللي فيه اللعيبه. انا كنت بتكلم على اللعيبه. اللعيبه خلينا نتكلم بصراحه يا استاذ كولر، مش في الوقت الحالي بكل امان مش محتاجين ان احنا نقيمه كمدير فني ولا حتى لا اطلاقا في اي. انا بقول لك انا استغربت جدا النهارده تحديدا في هذا الكلام. الراجل فعلا لما انا متخيله لما جه سال على البطوله قالوا له ده في بتبقى فوق افتكر دوري افريقيا، قال لهم ايوه ما احنا لسه معانا لغايه ابريق. قالوا لا خلي بالك احنا نلعب بطوله اسبوع وهتلاعب الفرق اللي انت بتلعبها في دور الثمانيه هتاخدهم ورا بعض عادي. اللي هو اصلا انا في وجهه نظري يعني بيقعد مع تيم السكاوتنج بتاعه وتيم التحليل، بيقعد اصلا لكل فريق لوحده بيحتاج له شغل يومين ثلاثه. لكن انت تخيل انك بتقول له خلي بالك انت هتلاعب سيمبا، بعد ما تخلص سيمبا هتلاعب سان داونز في 72 ساعه وهتسافر 10 ساعات وترجع ال 10 ساعات تلعب يوم الاربعاء، وبقى خلاص من الاربعه. خلي بالك بقى فاكر الفاينل اللي انت لعبته في المغرب وعملنا عليه الليله والكلام ده هنلعبه تاني 72 ساعه. فلاقي انت تخيل الراجل في اسلوب شغله كله اتهد، هو النهارده بيخترع سيستم. عشان كده انا في وجهه نظري بقول للجمهور النادي الاهلي النهارده بكل امانه، في وجهه نظري انا متخيل ان كولر وهو بيخطط المباراه دي مليون في الميه وغصب عنه حاطط في باله ماتش سان داونز. واوعى حد يقول لي طب قلنا بس نستنى الاول، هو بالنسبه له الموضوع مش تفاؤل وتشاؤم زيك انت كمشجع ممكن تحسب. لا هو هو بيفكر تفاؤل وتشاؤم، لا هو بيحسب من حسابات تانية خالص وبيحط الموضوع لاسبكتس معينه. فانا بشوف خلي بالك هو نفسيا كمان النهارده بدا يشتغل على اللعيبه. أيوة على بعض اللعيبه يعني ان ده بيديني 50 60% فاعمل كذا فبيعلي فلان. لا وساعات هو لما هيسمع امام لما هيسمع التصريحات دي هيعلى طبعا. وحاجه تانية انا كمان برضو بشيل عندي اوراق تبقى جاهزه 100% لماتش سان داونز، لان النهارده اخطر ماتش في المجموعه دي كلها ماتش سان داونز الاوي. ده اصعب ماتش انك بتلعب قدام فريق اصعب فريق في افريقيا حاليا، ماتش هيبقى فيه جماهير كتيره جدا. هاي يا جماعه بس انا ما بلعبش سوبرمان يعني. انا بقول لك انا النهارده استغربت جدا من الكلام بتاع المحللين ما بعد مباراه الاهلي وسيمبا، وبعض المحللين ما كانوا بيحللوا ماتش سان داونز وبترو اتلتيكو. يا سلام يا جماعه على اللي بيحصل في ماتش سان داونز. سوبرمان اللي ناحيه اليمين خد الكوره ومشي بيها وعملها سوبرمان. والله العظيم انا ده اللي انا طبعا سان داونز فريق هايل زي ما انت قلت وجيد وبيلعب كوره حلوه وبتاع، بس اديني رقم خده من اخر بطوله خدها في 2016، خدها لما وصل النهائي وكسب نادي الزمالك على ما اتذكر، ولغايه دلوقتي في 7 سنين لم يصل الى حتى نصف النهائي او ربع او يعني الدور النهائي. انت فاهم؟ في حين النادي الاهلي هذا الاسم الكبير، هذا النادي العريق، هذا النادي المحترم، هذا النادي له جماهير كبيره، في 6 سنين او في 7 سنين لعب 6 نهائيات وخد 4. هو ده اللي انا بتكلم فيها يا كريم. صحيح لا يخالف الحاجات دي يا كابتن اسلام، بس احنا ما زلنا بنشوف طبعا سان داونز ازمته ان هو ما بيقدرش يفنش بطوله، بس بكل امانه برضه سان داونز السنه دي مجموعه اللعيبه اللي جابها يعني هو جاب بلاي ميكر. سمعت الكلام ده السنه اللي فاتت يا احمد؟ طبعا هو نفسه صح؟ ماشي اتفضل. وبصراحه برضه خلينا كده بصراحه سان داونز برضه السنه اللي فاتت كان عنده سوء حظ بالغ في الكوره بتاعت الوداد في الدقيقه 85 يعني. مالي بقى ماتش سوء حظ سوء حظ بقى انا يعني فكره انا بتكلم اللي خد البطوله سان داونز يا كريم في ماتش بترو اتليكو اللي في الذهاب. خلي بالك ما ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه تانية. مش قصدي، ولكن انا ده فكري ان مفيش احسن من النادي الاهلي في افريقيا. لا صح مهما مش والله ما مختلفين عن ده، بتكلم على فكر كولر وهو النهارده بيخطط لماتش النهارده وهو النهارده غصب عنه وهو بيفكر في المباراه لازم يحط في باله الروتيشن. صح انا عندي مباراه وعندي سفر 10 ساعات حاجه بتقول السفر بكره بالليل الوقت مضغوط. عارف حضرتك يا كابتن يوم الخميس السيستم حضرتك بتقول يوم الخميس ده، عارف لو حاجه واحده بس حاجه واحده لا قدر الله حصل فيها تعطيل ولا حصل فيها اي مشكله فيش. برنامج الراجل ده كتغذيه وكنوم وككل حاجه كله باظ. هو كنوم باظ يعني انا كلاعب دلوقتي انا طالع الطياره هقعد 10 ساعات في الطياره فمش هنام قبلها عايز يتمرن ده اول ما يعني ده الراجل ده اول ما هينزل الناس دي هتنزل هيسافر خميس بالليل تمام هو كده هيتمرن الجمعه طبعا عمره ما هيقدر يجرؤ ان هو يديله الجمعه راح مش هينفع كده هيتمرن الجمعه وهيتمرن السبت عشان يلعب الحد. فاللي انا عايز اقوله ان لازم الناس تحط في بالها لا انا اسف
انت ما بتلعبش مواجهه في الدوري، فبعد 72 ساعه هتسافر اسكندريه ولا هتسافر اسماعيليه ولا هتسافر المنصوره، لا انت بتسافر سفر طويل جدا من شمال القاره لجنوبها. فلازم الناس تحط في بالها ان حسابات المدير الفني مختلفه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنشوف شكل مختلف للنادي الاهلي يوم الاحد. الارقام اللي بعض اللاعبين يا ثابت لو عندك ارقام كهربا، الاول كهربا طبعا هداف البطوله دلوقتي، مسجل هدفين وصانع هدف، اكتر لاعب مساهم في الاهداف. بصراحه كهربا له دور كبير في تاهل النادي الاهلي. النهارده عمل ماتش برده كويس، احرز هدف في دقه تمريراته 83.3، عمل اربع محاولات على المرمى منهم واحده صح، التمريرات 12 تمريره، صنع فرصتين، يمكن وقع في التسلل اربعه لان هم كانوا بيلعبوا على مصيده التسلل، وفاز بالالتحامات دي اللي محتاج بس كهربا يزودها شويه، حته الالتحامات 2 من 8. برضو معانا ارقام الاجنحه ومعانا ارقام وسط، نبدا بوسط الملعب النهارده نستعرضها. وسط الملعب مروان عطيه عمل 101 تمريره، دقه تمريراته 90.1، قفشه 66، لو نستعرضها هنا 66 تمريره، دقه تمريراته 84.8، ديانج 61 تمريره بنسبه دقه 90.2، يعني اكتر واحد عمل تمريرات مروان عطيه. اكتر واحد عمل تمريرات طوليه مروان عطيه برضو، اربع تمريرات طوليه. نيجي بقى للالتحامات الثنائيه برضو 7 من 11، يمكن ديانج النهارده كان اقل واحد شويه، يعني ما كانش موفق شويه، فاز بالالتحامات 1 من 5، التمريرات الطوليه واحده بس لديانج، صنعت الفرص واحده لقفشه واحده لمروان عطيه، التاكلينج الصحيح برضو مروان عطيه اعلى 1 5، قفشه 3، ديانج مفيش، التدخلات الدفاعيه لمروان عطيه 4. رغم ان كل الارقام بتقول ان مروان عطيه كان افضل، الا ان مروان برضو كان محتاج تركيز في كره الهدف اللي دخل فينا. كره الهدف اللي دخل فينا كان بدايته من عند مروان عطيه، تمريره بالخطا من مروان ارتدت في المساحه اللي ورا محمد هاني. نجيب برضو الارقام بتاعت الاجنحه النهارده، اجنحه بيرسي تاو وحسين الشحات. ادي حسين الشحات عمل ماتش كويس، محاولاته 3 محاولات منهم محاوله واحده صح، عمل عرضيتين صح، صنع منهم ثلاث فرص في الماتش، وده رقم كويس. بيرسي تاو ما كانش موفق، الارقام بتقول ان هو راح 4 محاولات على المرمى، محاولات صحيحه 0 من 4، صناعه الفرص فرصه واحده بس، وقع في التسلل 3 مرات. بالنسبه للالتحامات حسين الشحات 3 من 11، اما بيرسي تاو 7 من 14. يعني الارقام بتقول ان مروان عطيه كان كويس في وسط الملعب، بتقول ان حسين الشحات كان كويس في الاجنحه اكتر من بيرسي تاو. برضو بالنسبة لكهربا، كهربا يعتبر واحد من أحسن اللعيبة في النادي الأهلي في البطولة. كريم، أجندة المباريات بالنسبة لمارسيل كولر بالظبط دي كنا بنتكلم عليها، وحتة النهاردة الراجل بيحط في اعتباره أن أنا النهاردة أكيد التارجت بتاعي أن أنا أوصل للفاينل، فأنا هوصل للفاينل بمين؟ هيعمل إيه؟ بالظبط. وحاجة تانية بقى، نقطة مهمة جدا جدا يا كابتن إسلام، ان احنا النهارده ان شاء الله يوم الاحد احنا عندنا عوامل جديده هنلعب الساعه 7 واحد، طبعا ماتش الساعه 7 اكيد بالتوقيت الجديد، التوقيت ان شاء الله يبدا من مساء الخميس، فباذن الله احنا ماتش يوم الاحد الساعه 7. دايما سان داونز في ترتيباته للنادي الاهلي دايما كان بيحط من اساسيات اللعب مع الاهلي الساعه 3 العصر، حتى اي نادي مش من افريقيا بيلعبوا 3 العصر. ليه؟ عشان انا عارف ان لعيبه شمال افريقيا بيلعبوا دايما في بلدهم متاخر، وبالتالي بيتاخروا في عمليه النوم وبيبهدل لهم اليوم بتاعهم. الحاجه الثانيه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، وهي حته ان سان داونز كمان النهارده تعرض لحاله طرد لواحد من المدافعين الاساسيين بتوعه مافالا، ومافالا عايزين برضه نبقى واضحين، مكوينا بيلعب السنه دي بثلاثه ورا، بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه. غياب مافالا هيجبره ربما في وجهه نظري لتوظيف لاعب اخر في المكان ده، بس وضعا في الاطوار بكل امانه السنه دي هتشوف لاعب مع سان داونز اسمه مندييتا، هو اسمه على اسم اللاعب الاسباني الشهير مندييتا، كان بيلعب في برشلونه وفالنسيا في نهايه التسعينات. مندييتا لاعب بيبقى معاه دايما على الدكه، لعيب خطير بكل ما تعنيه الكلمه في صناعه اللعب، لعيب عالمي، رؤيته في الملعب ممتازه، مع وطبعا مع عوده سيرينو، سيرينو بقى بيلعب دلوقتي معاه بشكل اساسي وبيلعب بشكل مميز جدا. وبصراحه انا السنه دي لما اتفرجت على سان داونز، سان داونز بكل امانه حتى في ماتشات الدوري احلى من السنه اللي فاتت، عندهم الجزء الامامي اختراقاتهم بقت يعني بيثقوا في نفسهم، هتعمل زون ديفنس، هتحط 2 هاف ديفندرات قدام 3 مدافعين، هخترق من العمق، يعني هخترق من العمق بسرعه. بس هو صح، ولكن لو اتكلمنا عن سان داونز من الناحيه يعني الناحيه الاخرى، هتجد ان سان داونز كل الكرات العرضيه ممكن تخش فيه جوان، هتجد ان عنده مشاكل كبيره طبعًا. جدا في طبعًا.
الباكين اللي موجودين، هتجد ان عندهم مشاكل كبيره جدا في بطء الثلاثه اللي بيلعبوا ورا، هتجد ان عندهم مشاكل كبيره جدا في وسط الملعب اللي هو رقم 7 أو 8، مش فاكر الرقم بالظبط، اللي هو رقم 6 يعني، اللي هو مكوينا ومارسيلو ليندي مديبة. مديبة مديبة ده اصلا باك ليفت. انا بقول لك انا بشوفه ان هو وظفه خط وسط مع انا بشوف ان هو واحد مع لاندي مع لاندي بتاع تشيل. ومن الثغرات الكبيره جدا جدا في هذا الفريق هايل هجوميا. بس مهم ان المجموعه دي دلوقتي كده بقى لها اكتر من 3 سنين تلعب مع بعض، دي نقطه حاجه طبعا يعني ادرى عارفين في الحته دي الانسجام طبعا. هو بيدخل لاعب او اتنين بس جداد طبعا. المجموعه دي بقى لها 3 سنين بتلعب مع بعض وبتتعلم. برضه فرقتنا برضه منسجمه بالظبط بقى. لا لا بس احنا باستثناء رضا سليم ونفس رضا امانه انسجم يعني. رضا سليم امانه بكل امانه بنتكلم على لعيب انسجم معاك. خلينا نروح نحلل الهدفين بسرعه يا احمد. بالنسبه لهدف الهدف اللي دخل فينا واللي علينا، هدف النادي الاهلي لو نستعرض الصور صور الاهداف هنلاقي ان الهدف اتعمل هاته من الاول احسن، في صوره من الاول السويتش الثلاثي اللي احنا كنا بنتكلم فيه ما بين قفشه وما بين الشحات وما بين معلول عشان يطلعوا معلول، اتعملت 1 2 ولعبت لعلي معلول، علي معلول عمل الاوفر لكهربا اللي بيتحرك، كهربا هنا سرق المدافعين اتسحب ورجع ونزل لتحت شويه عشان يفضي نفسه وقدر ان هو يحطها. طيب الهدف اللي دخل بشكل كويس. الهدف اللي دخل فينا هو الهدف جاي من خطا من مروان، رغم ان مروان عطيه قدم مباراه كويسه بس كان هو اللي عامل التمريره دي اللي بالغلط دي في الشوف الدقيقه 66 عملها تمريره غلط اتقطعت في وسط الملعب وارتدت هنا الفاول بتاع محمد هاني وبعدين راحت او مشت ايوه اتعملت بالعرض. هنا يا كابتن اسلام السلبيه الموجوده اللي احنا محتاجين نطورها هي المشاكل في الكرات العرضيه. النهارده انت داخل فيك 3 أهداف في ماتشين بس بنسبه كبيره. خلي بالك ثابت هنا عشان هاني كان واقع على الارض. هاني لو مش واقع هياخدها على صدره بصراحه. بس انا اول ما انا ما كنتش واخد بالي غصب عنه يعني انا بصيت على الكره وهي بتترفع الاوفر فانا بصيت كده الكره اوفر ايه ده هما واقفين فاضيين ليه؟ ايوه ده مكاني. ايوه صح. انا عارف ان انا الحاجات اللي زي دي هعمل ايه؟ يا اما هلعبها بصدري للجون يعني الكره اوفر يعني استحاله يكون دفاع الاهلي فيه 3 هياخدوها. بس في برضه هدفين دخل من كرات عرضيه في الذهاب اذا في مشكله. كرات ثابته ان احنا لا الكره اللي هي الضربه الركنيه والجون الثاني كانت كره متحركه انت عندك مشكله في الحته دي لازم ان احنا نطور الاداء الدفاعي بالذات الرقابه الوقائيه قدام صن داونز. صن داونز انا الفرق ان صن داونز انا شايف ان عندهم مشاكل دفاعيه. احسن لاعب في صن داونز مين؟ ويليامز حارس المرمى. لما يبقى احسن لعيب في صن داونز ويليام ده دليل ان الفرقه عندها مشاكل دفاعيه. ويليامز ده بيشيلهم. ده ماتش بيترو اتليكو الشوط الاول شال 3-4 كان رجل المباراه شال ضربه جزاء. طيب كريم دوري السوبر بالمشاكل اللي فيه التنظيميه والتاجيلات هل من وجهه نظرك هيفضل بالشكل ده؟ يعني بصراحه احنا 72 ساعه قليل جدا يعني بصراحه احنا البطوله عارف حضرتك اللي هو ايه يلا يا جماعه عايزين نعمل بطوله ونخلصها بسرعه بطوله ونخلص. انا احساس طبعا انفانتينو والدعم طبعا البطوله واخده دعم كبير جدا جدا من الاتحاد الدولي الفيفا واضح قوي حتى ماليا واضح جدا جدا هي مسج اصلا لاوروبا كل ما خلينا نتكلم في المنظر ده خلينا نتكلم في بعض في التنظيم يعني لكن تنظيميا ما طبعا ما هو التسرع في الاجنده والتسرع في حاجات كتيره خلى في مشاكل اداريه منها. وبعدين انت مثلا بيترو اتلتيكو نعم ما لسه لم يلعب اي مباراه حتى الان في الدوري الانجولي صحيح. المفروض حتى توقيتها صحيح. ما هو كمان خلي بالك عشان تنظيميا كان هو محتاج انه يلعب المباريات دي في ملاعب شكلها كويس عشان كده مثلا فريق زي مازيمبي اجبر ان هو يطلع من معقله ويلعب في تنزانيا قدام الترجي. فتاني لا البطوله بصراحه في النسخه الاولى فيها كم مشاكل كبير جدا جدا. اذا هم حبوا ان البطوله دي تكمل يجب ان يتم تغيير السيستم سواء هتلعبها دوري مجمعه او تعمل بقى دوري على طول الموسم دي حاجه ثانيه. بقول لك 24 فريق السنه الجايه مش عارف تمام ما اوكي ماشي ازاي الغي بقى دوري افريقيا والغي الكونفدراليه غريبه استبدل. جدا مش هينفع بقى الكلام ده زي كاس الامم العب بقى بطوله طول الموسم زي الدوري بس الغي التانيين دول مش هيبقى ليهم مكان في الاجنده بتاعتك. طيب اخيرا بقى سؤال لحضراتكم يعني مين طرفي المباراه النهائيه ان شاء الله؟ ان شاء الله بدري جدا الاهلي والوداد. انا اعتقد الاهلي والوداد. نتمنى ان نرى المباراه النهائيه ما بين الاهلي والوداد وانا برضو بتخيل طبعا مره ثانيه صن داونز فريق قوي وفريق هايل وفريق رائع وكل اللي حضرتك عايز تقوله قوله زي السنه اللي فاتت بالظبط. قال لك اصل صن داونز يا جماعه والله العظيم شفت كده يعني انا فضلت ساكت 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 من كتر الكلام وبعد كده في الاخر لما الاهلي خد الدوري قلت لهم يا جماعه قال لك صن داونز عنده الـ 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 التيم بتاعه او تيم الجهاز الفني يعني 30 واحد في الجهاز الفني
واحد مختص بالجزم، والله قعدوا مش قعدوا يقولوا كده السنه اللي فاتت 32 او 34 واصل واحد مختص بالمش عارف ايه، وواحد مختص بشعرهم، وواحد مختص بالنضاره، وواحد انا بقول اي كلام يعني لكن فاهم. فانا قصدي اقول محللين اداء، واحد تغذيه وثلاثه بدني، على فكره كويس جدا وكل حاجه، ولكن وبعدين ايه اللي حصل؟ هما بيحاولوا يواكبوا العلم، ودي حاجه برضو تحترم، بس هما ما عندهمش شخصيه البطل الموجوده في النادي الاهلي من الاخر. وعمرها ما هتبقى موجوده شخصيه البطل دي، بتتكون عبر سنوات وخبرات وحاجات كتيره جدا، وجمهور في ظهرك، و70 80 مليون واحد، مش شعبيه، وشعبيه كبيره في افريقيا كلها، وحاجات كتيره جدا. يعني اللي انا اقصده في النهايه فريق جيد وفريق هايل وكل حاجه، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يتخطى هاتين المباراتين. ده في اقل من اسبوع كل حاجه هتكون خلصانه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، شكرا على معانا، والف مبروك صعود النادي الاهلي دور الثمانيه او الدور قبل النهائي، انا اسف، في بطوله الدوري الممتاز الافريقي. شكرا يا كريم، شكرا كابتن اسلام. بس كلمه اخيره طبعا، يعني ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين ويعدي عليهم الايام الصعبه دي ان شاء الله، واحنا اكيد طبعا قضيه فلسطينيه مش قضيتهم بس، دي قضيه مصر كلها حقيقي. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الايام القادمه في التحضيرات لهذه المباراه الصعبه جدا، مباراه نادي سان داونز، ولكن هي مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن ان شاء الله بمسانده ودعم جمهور النادي الاهلي، اذا يستطيع النادي الاهلي ان يصل الى ابعد 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 نقطه حضراتكم تتخيلوها بمساندتكم ودعمكم الدائم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.